اول امطار. استاذه امطرنا من الغربيه، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام حضرتك. انا السكر بتاعي بقالي سنتين. معاك اتفضلي. بيبقى وهو صايم ساعات 120 وساعات 116. طب جميل. وانا سني 63. عظيم. وبعد الاكل بساعتين يبقى 160. طيب. وباخد حبايه بعد الغد اسمها ب اسمها بيوجيل تابليس. ايه؟ عارفه اروح قوي. بكام؟ ثمنه كام؟ يا حبايه بعد ايه بيشرب ده؟ لا الحبايه العلبه تمنها كام او كام ملي وانا اعرفها ان شاء الله؟ هي 850. يبقى سيدوفاج او جلوكوفاج. اسمها بيرجال تابليس. مش مهم ادام 850، هو ميتفورمين الاسم العلمي بتاعه. طيب بتاخدي كام حبايه في اليوم من الميتفورمين؟ تاخد بعد الغدا بس. انت وزنك كم كيلو؟ انا وزني طويل وطولي 160. وزنك كم؟ الوزن كم؟ وزنك كام يا حاجه مطله؟ 90. 90. طيب السؤال ايه يا مطله؟ انا كده كويسه حلوه يعني هتم ماشي على كده. طب اقفلي وانا هجاوب. شكرا شكرا دكتور، هيرد عليكي. انت انا هديك الدواء ده بس عشان وزنك ما يزيدش، لكن انت لو وقفت كمان الدواء اللي هو 850 ملي جرام حبايه بعد الغداء كل يوم السكر مش هيحلى. لو انت وزنك كان رفيع كنت وقفت لك العلاج خالص وانت مش محتاجه علاج. هي قالت الصايم كام يا حسام؟ الصايم 120. لا 118 116. والفطر كام قالت؟ كام؟ 160. مش وحش. انت بس حضرتك لو نزلت وزنك، انا عارف ان انت سنك 63 سنه، 63. لو نزلت وزنك الى 85 كيلو او 80 كيلو مش هتحتاجي اي دواء. سكرك كده لذيذ قوي وخليك على الحبايه. لو عاوزه اللي هو اللي بعد الاكل ال 160 يتظبط شويه، من حقك تاخدي واحده بعد الغداء او قبل الغداء وواحده قبل العشاء. تمام. وده مش علاج سكر الاساسي، علاج سكر الاساسي بتاعك هو ان احنا ننزل من 5 ل 10 كيلو بالمشي والى وله الاكل، وكان ده هتنبسطي قوي مش هتوقفي، وهتوقفي كل الدواء.